ومجهود كبير بيبذل زي ما اكدنا كابتن اسلام، والفوز مطلوب والانتصار مطلوب. وعلى ذكر الفوز كمان عايز احيي طبعا علي لطفي، واحيي كمان الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى. انا بحييك يا كابتن طارق في البدايه، لان الشغل النفسي مع حاله علي لطفي مع الشناوي وغيابه ومع اصابه شريف اكرامي محتاجه شغل نفسي قبل ما يكون في شغل فني. والله في البدايه طبعا بقول الحمد لله رب العالمين على المكسب النهارده. بتلعب مباراه صعبه بعد خساره المباراه الاخيره مع بيراميدز، بتلعب مباراه النهارده المنافس ما شاء الله يعني مع كابتن ايهاب بيقدم مستوى كويس قوي في الفتره الاخيره، كسبان الزمالك تقريبا اخر مباراه. فالنهارده المباراه ما كانتش سهله خالص، يمكن احنا كمان الشوط الاول كان ممكن يبقى عندنا هدف واثنين وثلاثه، وفي الشوط الثاني برضه ضيعنا فرص. انما في النهايه بقول الحمد لله ان احنا يعني سجلنا في النهايه وحققنا الهدف المطلوب وهو ثلاث نقط. يعني مهمين في المنافسه على البطوله، انت عارف دلوقتي بقى المنافسه بين ثلاث فرق، ما يعني بقاش فرقتين كمان يعني. بقول الحمد لله، ولكن لسه يعني ما عملناش حاجه، اهم حاجه بالنسبه لنا البطوله. يعني بتكسب مباراه طبعا مباراه مهمه وفي ظروف صعبه بنعديها وبناخد بها ثقه طبعا للي جاي يعني، انما لسه المشوار طويل في الدوري، عندنا لسه 7 مباريات. فان شاء الله باذن الله برضو نفس الاداء النهارده، لو الاداء ده اتادى النهارده في الماتشات اللي جايه ان شاء الله، انا شايف ان شاء الله هنحسم الدوري ان شاء الله باذن الله من بدري ان شاء الله. سرعه يمكن رد فعل سريع جدا من علي لطفي وتركيز كان كبير جدا. عايز اتكلم على الحالات، يعني تقييمك للحالات اللي جات له، تركيزه من اول دقيقه لاخر دقيقه في المباراه كابتن. لا هو بص يعني علي لطفي النهارده لما بيقدم الاداء ده النهارده في ظروف صعبه، في مباراه صعبه جدا جدا، وبيشارك فجاه يعني تعرف دايما، وكنت دايما بقول الكلام ده، ان انت عارف دايما حراسه المرمى ممكن الحارس يبقى بعيد بقى له فتره وفي لحظه بص ليه مشارك، زي الشناوي خد المباراه الاخيره الانذار الثالث، شريف اكرام مصاب، النهارده علي بيشارك. فالنهارده انا بحيي علي على اداؤه النهارده، ثبات ما شاء الله في المستوى، فيه هدوء في المستوى، اداؤه ما شاء الله طوال المباراه يعني كان له تدخل في الشوط الثاني في اكتر من كره صعبه جدا، الكره اللي بالهيد الكورنر تقريبا وطلعها بشكل كويس قوي، الكره الاخيره اللي في اخر المباراه. فالنهارده علي الاداء ده كده اندل على شيء، دول الولد بيتمرن بشكل كويس قوي، حتى هو مع زمايله كمان لما زمايله بيشاركوا سواء الشناوي او شريف بيبقى معاهم بشكل ايجابي جدا جدا. النهارده كلهم كانوا سعداء بادائه، حتى كل الناس اللي موجوده على الدكه النهارده، اللعيبه كمان يعني مبسوطين جدا، لان علي بيتمرن بشكل كويس قوي، يعني ايه بيلعب على فترات متباعده، فان هو يلعب على فترات متباعده وبيأدي بالاداء ده كده، ده انا بحييه النهارده على اداؤه ده، وبقول له علي لسه عنده كتير اكتر من كده بكتير. انما طبعا بحكم ان هو المشاركه بتبقى متباعده، فكتر خيره النهارده انه بيقدم الاداء ده. اتمنى ان شاء الله لعلي التوفيق في المرحله اللي جايه، مع طبعا شريف مع الشناوي وكمان الاجوان اللي بتطلع معانا النهارده، كان معانا مصطفى شوبير موجود معانا في السكور، مع طبعا حمزه علاء، مع احمد طارق سليمان، مع رمضان ابو حطب، 4 حراس مرمى بيطلعوا من القطاع، حراس مرمى كويسين بيتمرنوا معانا، وزي ما شفت النهارده كان موجود مصطفى. اتمنى ان شاء الله التوفيق في المرحله اللي جايه باذن الله. بالله الكيرف طالع في حراس المرمى، لازم في بلبله ولازم الناس تكيك، طارق والغندور والازمه والموضوع. انا عايز توضيح منك يا طارق، لان الناس لازم يعني النادي الاهلي طول ما هو ماشي في اتجاه الطبيعي لازم في امر، انا عايز منك توضيح في موضوع الغندور بالتحديد. لا بص هو الولد يعني انا مش فاهم يعني ايه البلبله دي اتعملت ليه وسببها ايه والمقصود بها مين، المقصود بها ان يعني النادي الاهلي وحراس المرمى في النادي الاهلي، مش فاهم يعني. هو الولد في النهايه على قوه القطاع، هو مواليد 97 وعلى قوه القطاع، الاعاره بتاعته لما تخلص هو ما يجليش، هو يروح القطاع، واحنا زي ما في سيستم في النادي الاهلي، في نظام في النادي الاهلي، انا لما بحتاج حارس مرمى بكلم الكابتن اكرام، يبعت لي سين، يبعت لي صاد، يبعت لي عين، انا بختار، او كابتن اكرام بيبقى شايف ان في حد في ماتشات كتير بتلعب في القطاع، فمهم قوي يبقى في تواصل بيني وبين الكابتن اكرامي خاص بالقطاع. الولد جالي فكلمت معاه يعني حوالي 3-4 دقايق، وقلت له يا محمد احنا عندنا دلوقتي ماتشات مهمه جدا جدا، الموسم هيخلص كمان بتكلم في حوالي 20-30 يوم، يعني شهر بكتير قوي، هو كمان مخلص الاعاره ومش هينفع انه يشارك معانا سواء حتى احتياطي او يعني مش هينفع، الاعاره ما بتسمعش بالكلام ده، وهو كمان عشان نبدا الموسم الجديد مش قبل 9 على ما الدوري الجديد، فبتتكلم في 4-5 شهور وعندنا ماتشات وعندنا زي ما انت شايف كده تلاحم في فعندي النهارده موجود مصطفى شوبير موجود عندي على الدكه ممكن كان يشارك، فالبلبله حصلت انا مش فاهمها ليه يعني. في النهايه هو حارس مرمى مواليد 97 لما احتاجه بطلبه من الكابتن اكرام، انما البلبله دي مش عارف سببها ايه. فالموضوع بسيط يعني ما خدش مني دقيقتين مع الولد، والولد على فكره جول كويس وله مستقبل سواء في النادي الاهلي او حتى بره النادي الاهلي، في سيستم وحتى كمان ما احنا عندنا عمر رضوان بقى له 3 سنين معار الشرقيه زقازيق، والسنه اللي فاتت كان في الرجاء، والسنه دي معار في الجونه وبيقدم مستوى كويس جدا، لعب اكتر من 50 مباراه دوري ممتاز، يعني ما شفناش منه مشكله، ما شفناش الولد بالعكس يعني انا وحتى ملتزم جدا، فانا مش عارف ايه سببها يعني مش فاهم يعني الموضوع بسيط جدا جدا جدا، حتى لو هيجي يتمرن مع ال 97 واحنا محتاجينه هنكلم كابتن اكرامي، الموضوع بسيط جدا يعني. الف مبروك وبارك لك، شكرا يا كريم.
بنشكر اكيد من جديد الكابتن طارق سليمان، كابتن سيد عبد الحفيظ، وعايز اكد عليك كمان يا كابتن اسلام على موضوع صالح جمعه. يمكن احنا قلنا مش هنتكلم قبل المباراه عن صالح جمعه، لكن باكد لك على الاداء المميز اللي بنشوفه لصالح جمعه. صالح جمعه اتمرن، صالح جمعه كان متواجد، صالح جمعه كان عنده امتحان، لكن يعني المواقع والامور اللي بنشوفها على المواقع وان صالح ما جاش وصالح ما اشتركش جماعي، الامور دي كلها بعيده كل البعد عن صالح جمعه. اللي يشوف صالح جمعه في ارضيه الملعب يعرف ان صالح جمعه ملتزم، عايز يوصل، عارف قيمه تيشيرت النادي الاهلي، وبنتمنى كل اللعيبه المتواجده، كل اللعيبه اللي راجعه من الاصابه تكون عارفه قيمه تيشيرت النادي الاهلي. بنبارك من جديد للنادي الاهلي، بنبارك لجمهور النادي الاهلي، لسه اللي جاي احسن ان شاء الله. النادي الاهلي يستعيد سلسله الانتصارات باذن الله من مباراه اليوم ومباراه طلائع الجيش، 8 مباريات كلهم يكونوا من نصيب النادي الاهلي. برجع لك في هذه اللحظات يا كابتن اسلام وملعب الاهلي.